وهذا اللي صار. قال لي اليوم الاسم مسكر، بكرة تعال نحلل لك الموضوع. تنحل تنحل بعد إذنك. خذ راحتك. ألو؟ آه يابا. آه. لا كيف؟ طيب اسمعني أنت. يابا قول لهم جدولوا الدينة. كل البنوك بتجدول، مش أول واحد أنت بتحصر بالسداد. ما فيها شيء شيء. آه. طيب اسمع. إذا قالوا لك راح بتروح بوشك على أبو ممدوح. بتقول له أبوي بيسلم عليك ووداني عندك مشان يحل لك المشكلة. كيف؟ لا ما تقولوش. ما بدناش يحملنا جميلة. ماشي يابا، محلولة محلولة يابا. توكل على الله يا حبيبي. ماشي يابا ماشي. بستنى تليفونك. الله يرضى عليك. شو؟ إن شاء الله خير. خير يا سيدي، هذا ابني سليم صغير عليه قرض ومش قادر يدفع، وبكره آخر يوم للسداد ومش قادر يدبره، وبدنا ندبر له إياه. يا زلمة مش هذا سليم ابنك، آخر العنقود. آخر العنقود. طيب شو ورطه بالقروض الله يسامحه؟ ما هو احنا علمناه لإيش؟ مش مشان يساعد أخوه سلامة. ليش هو سلامة؟ يعني كان عليه قرض؟ بالسلامة، أخذ قرض مشان يدفع قسط أخوه سليم في الجامعة. وسليم كمان متورط؟ ولا بدك إيه أنا نخلي أخوهم أشرف يدخل الحبس؟ كمان أشرف؟ إيه؟ آه. مش أشرف، كان عليه بالزمانات شيكات مش قادر يسددها. أخوه سلامة أخذ قرض مشان يسدد أنا أخوه أشرف. يا زلمة أنت كيف بتخلي أولادك يأخذوا شيكات؟ أنا مش فاهم. أنا ما بتحملش مسؤولية، الحق كله على أم أحمد. قلت لها شو بدك بس صناديق وجع راس صناديق؟ قالت لي ابدا ابدا ابود وكذا لازم انا شو اسمه لك شخص. قلت لها مثل ما بدك. بعرفهم بعرفهم هذول بظلهم يجوا على النسوان ويقولوا تعالي خذي لك ماكينه خياطه، خذي لك ابصر شو. يا رجال هي بدهاش تشتري ماكينه، هي اخذت القرض مشان تسدد عن ابنها احمد. وكمان احمد انت معكش خبر؟ لا مش احنا بالزمانات، انا بالزمانات اتدينت من ابو توفيق 5000 دينار. اه هلا احمد دق على صدره قال لي يابا انا بسدهم. هلا ما سدهم، مش صار يتكون من هون من هون، واحد يدين من هون من هون، وصار كوم كبير الدينه. ما عرفناش نسد، شو بدنا نعمل؟ يا زلمه انت بدك تضيع اولادك يا رجل، بعدين معك عشان 5000 ليره بدك تدمرهم؟ يا رجال شو فيها؟ يعني هي الدنيا سداد ودين، وبتعلموا في الدنيا بيطعشوا. بعين الله. هلا انت سيبك من هالمواضيع، انت كنت بدك تقول لي شيء، كنت بدك تقول لي شيء شو؟ والله الصراحه يعني انا بدي اقول لك انه بعد اذنك تفضل. الو؟ اه يابا. اه شو هذا بستحيش طرك من المكتب؟ طب بسيطه بسيطه. طب اسمع يابا، بشك هقيتي على مدرسه اختك ميسر، قولها الجمعية اللي بدك تفوتي فيها تاخدي 3 أسهم فيها بس بشرط وبدي أول وحدة. معليش قول 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 لها أبوك بسدك إياه، وخذ المبلغ وسلك حالك. ماشي يابا، أنت وراك عيلة محلولة يابا محلولة. الله معك يا حبيبي. كنت بدك تحكي شيء؟ خير شو فيه؟ والله ما أنا عارف شو بدي أقول لك، بس بصراحة يعني صراحة بصراحة بصراحة شو بي احكي يا رجال. تتذكر لما كنت انا وياك عند دار ابو الوكيل بالزمانات قبل كم من سنة؟ اي هو احنا كنا نتكنس من عند ابو الوكيل، مش متذكر. المهم شو في وقتها لما كنت انت محتاج 200 ليرة؟ اه بعرف شو كان بدك اياهن، بس يعني داينتك اياهن وقتها. والله مش متذكر، بس خلاصه شو في حقك ليش بدك تتذكر؟ يعني بصراحة انا مكسور علي قسطين هيك ثلاجة ومكيف ومحتاج شوية مصاري، كنت بدي أطلبهن منك بس خلص. أنا شايف أمورك يعني متعسرة. شو متعسرة؟ ما متعسرة إحنا وإنت بألف خير يا رجال. قال متعسرة إيه؟ قال متعسرة المصاري حبطرش يا رجال. قلت لي 200 ليرة. آه شو مالك زي المكبوب على راسك سطل مي باردة؟ لا لا بس يعني المصاري يعني هاي كلها شو بدين احسد؟ دعاء الخشب يا رجال. يا عم انا لا بدي احسدك ولا اشي، بس كل هالمصاري هاي معاك ومرمط اولادك. شو اعمل لهم؟ هم بتدين وانا شو دخلني؟ انا مش موقع على اشي.
شو دخلني فيهم؟ كل واحد دبر راسه. هاي 200 دينار يا سيدي والله يعوض عليك، هاي 50، هاي 100، هاي 150، هاي 200 ليرة. خالصين؟ خالصين. الله يعوض عليك. وعليك. هي خالصين؟ خالصين. خالصين. اسمعني يا اخي. اها. بدي اطلب منك هالطلب. امر. وبتمنى ما تردنيش. باللي بقدر عليه. صحيح. محسوبك مجنون. في امكانية تديني 100 ليرة من 200 اللي اعطيتك اياهم بس لشهرين، وحياتك مجنون. اه؟ بنوبانيز شو 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 في ما في بنوبانيز شو يا زلمة احكي. اشي بيضحك، اشي بيحزن، اشي بيطبل، اشي بيزمر، اشي بيفرفش، والله اشي بي